mesmo, não? O varicose vein. Varicose vein. Varicose vein. What is varicose vein? Varicose vein. هي dilation of the superficial vein. In the lower of the superficial vein. In the leg. Lower extremity. In the lower leg. In the lower extremity. اللي هو عندنا شنو؟ الجريت سافينس فين عندنا الشورت سافينس فين او السمول سافينس فين اللونج اللي هو الجريت طيب ليش بيحصل هو اساسا اللور ليك عندها تو فينس سيستم اللي هو شنو سوبرفيشال فينس سيستم وديب فينس سيستم الديب فينس سيستم بتكون من البوبيتير فين البوبيتير فين بيبدا فيمور فين فيمور فين بيكون وين في الفين فيني كيف بيكون الكومون ايليا من الكومون ايليا بيكون في الفيني فيني كيف السوبرفيشال هو سوبرفيشال فينس دريني اللي هو الجريت سافينس والجريت سافينس عارفين اهميته شنو اهميته ان احنا بنستعمله شنو في الهارفستنج في الجراحه ممتاز ممتاز طيب بتحصل لاسباب كثيره منها اللي يحصل انكومبتنس في الفالف او سافينو فيمورال انكومبتنس طيب بعمل الاكزامشن بتاعي زي ما عارفين ببدا بال يعني انترودوس يور سيلف تيك اب بيرميشن وكذا وكذا ويكسبوز ذا بيش بيكسبوز اكسبوز بيطلع البنطلون بس بيقعد بشم بالاندرويد واضح وانسبكشن انت واقف كده يو انسبكت فور ذا جريت سافينس فين هذا الجريت سافينس فين بيبدا من ميديال مالونس لحد الني وراه بيجي هنا ايوه اسك المريض تو يقفل كده عشان شنو عشان بس اشوف الشورت سافينس زي ما عارفين الشورت سافينس من هنا لهنا ده الانسبكشن بعلق ثاني في الانسبكشن اذا في شنو سكارس اذا في ألسر فينس ألسر وين الفينس ألسر مكانه الفينس ألسر اراوند ذا ميديال مالونس واضح اذا في هيموسيدرين اذا في هيموسيدرين شنو ديبوزيشن اللي هو الار بي سيز ات ويل جو اوت سايز ذا فازلز وبتتجمع فبتعمل بلاكنس صح واضح دي الفكره ده الانسبكشن بعده بعلق بقول there is elongation and dilation and tortuosity. أهم حاجة كلمة tortuosity of the shoe of the vein. While the patient is standing. بعد ده بجي بعمل the special test of the varicose vein. Special test ask the المريض يكون صباعي. بعد ده raise his leg, empty the vein. خلاص put your finger in the junction. between saphenous and femoral junction. وده بنسميه ترندرينبير تيست. ترندرينبير تيست هو vascular surgeon عمل الفحص ده. He put his finger here وبعد ذاك you ask the patient to stand up. واضح؟ ايوه انت ماسك. ثم يقوم هو عندنا تو اوبشن، الاوبشن الاول انه الفين تاني نوت فيل او احتمال شنو تو بي فيل. لكن زي ما شايفين It is not easy exam to put your finger here in the groin of the patient. عشان كده استعدنا عنه بالتورنيكيت تيست. التورنيكيت تيست we use شنو؟ gloves. disposable gloves عشان الانفكشن كنترول. واضح؟ عشان not to transmit infection between other persons. واضح؟ طيب نفس الحكاية البيشنت stand الفين بيكون فل صح؟ بيشن سوباين امتي وكمان ريز ذا ليف اتاكد انه شنو امتي هيلب مي يو بوت ذا تورنيكيت هي ان ذا ابر بار تمام؟ واز ذا بيشن تو ستاند اجين طيب اف ذا بيشن ستاند ذير از تو اوبشن ذا فيرست اوبشن ذا فين بلو ذا تورنيكيت ات نوت فيلد ودي معناته انه ذا بروبلم هي في السافينوفيبرال جنكشن While I close the vein, ما حصل مشكلة. طيب, if the vein is filled, المشكلة تحت. المشكلة تحت. Good. عشان كده بعدين في العملية حقوم أعمل شنو؟ أركز إنه أعمل عملية تحت وأعمل فوق. واضح؟ إذا حقوم أعمل عشان برضو أحدد more specific بعمل يا more tourniquets أو كل مرة أنزل. يعني مرة الأولى يكون upper side, mid side, lower side. خلاص؟ لحد ما اعرف المشكله وين او من الاول يو بوت 5 تورنيكيت ومحل يتملى البلوت حيكون هي المشكله الكبيره واضح ذا باثوفيسيولوجي اوف باريكوز فين انه الفين ترانسبورت ذا بلوت تو ذا هارت
باي فالف. اي دم طلع فوق الفالف بيحميه وينزل تحت. ما في فالف اذا في فالف ايوه 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 الفالف ما فيها فالف. دي الفكره بتخلي انه ليش البلط ليش البلط. طيب هو الهارت هنا الدم بيمشي البرين ليه؟ لان البريشر بتاع الهارت. طيب لكن زي ما عارفين الفين 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 ما فيها بريشر. نعم فيري لو. الفكره كلها بالفالف. الدم طلع بيسموه المصب. المصب مع كونتراكت. نعم ترفع رفعت الدم بسيط قام الباب ثبتها. رفع بسيط الباب ثبتها. الباب ثبتها واضح؟ يعني سبحان الله. طيب المشكله في الفريكوز ايش؟ يعني المشكله هنا الفالف هنا بيكون فيه مشكله والاذر فالف سمول فالف يعني. طيب يعني دكتور سببها ممكن تكون دي في تي او حاجه ثانيه يعني. اذا صار كونتراكشن المصب ما يطلع فوق. ما يطلع الدم يكون موجود الدم يكون ايوه سر ريجريتيشن. ممتاز سر دي اهم حاجه في الباسل سر ريجريتيشن في البورت. طيب ممكن من الديب سيستم للسوبرفيشال سيستم. يعني هو فالفولر انكمبتنس. هو فالف انكومبتنس. فالف انكومبتنس. طيب الحين يا دكتور ايوه ممكن تعيد هذا يا دكتور. لكن طبعا الفينوس فالف مختلفه شويه من الفالف بتاعت القطر. ايوه خلصنا كده يا دكتور. ترنكت الحين يا دكتور ما فهمت بالضبط اللي هي كيف. يعني اذا قفلنا هنا ان المشكله هنا. ايش معنى يعني؟ هو دائما الديب سيستم قلنا هو شنو؟ بوبليتي الفين أيوة. فيمورال فين ده الديب سيستم. حلو. عنده سوبرفيشال الجريت سافينوس بيناتهم في كونكتر. يعني الدم ده بيجي زي حرف الاتش كده في كونكتر. الكونكتر دي عاده ما بتخلي الدم يرجع من الديب سيستم للسوبرفيشال سيستم الا يكون في مشكله في الكونكتر دي في الفالف حقتها. عشان كده الدم بيرجع. عشان كده انا لما كنت المالتيبل تورنيجيت بعرف بالضبط وين المشكله البروبلم بين السوبرفيشال والديب. يعني الحين اذا انا سويت تركيت ايوه ايش المفروض الطبيعي؟ الطبيعي ما يظهر. ما يظهر. اها ما المفروض. فاذا فرضا اذا حطيتها هنا معناته المشكله هنا. اذا اخذت هنا وتحت ما ظهر معناته بس المشكله هنا. ايوه اذا ظهر معناته المشكله هنا. باخذ مالتيبل تورنيكيت. لما اخذ مالتيبل تورنيكيت حلقى بين تو تورنيكيت ما في دم. بين اذر تو تورنيكيت في دم معناته المشكله هنا. ايوه منها الدم مشم. تمام لو كان من هاي شفتوا بيشن ريال بتكون واضحه جدا. 1 ولا 2 بيشن واضح؟ تمام. طيب عندي ثاني اذر سبيشال تيست. يو يوز ذا هاند هيل دوبلر. هاند هيل دوبلر يو بوت ذا هاند هيل دوبلر هير و بوش ويز يور هاند اون ذا تايب. شو اذا رجع؟ اذا سمعت صوت معناته انكومبتنت. اذا ما سمعت صوت معناته ما في بيدي كذا. بيدك كذا لكن برضو لو لاحظت ما اكيوريت اكزامين. اذا الحين هذه اليد احطها بس في السبيك وير في الصف من فيمورال جنكشن. يو بالبيت فور فيمورال فين فور فيمورال ارتري ميديا ليو تلقى فيمورال فين. ميديا ليو بكون شنو؟ الصافينو فيمورال جنكشن. طيب الصافينو فيمورال هذا يا دكتور يصب وين؟ يا اخي دم الجريت صافينس يصب في الفيمورال فين. حلو شكله اسمه صافينو فيمور. ايوه هو بيقع ميديا للفيمورال نير ارتري. تمام. الحاجه الثانيه تقول اي ود لايك تو كومبليت اكزاميشن تو دو جينيتالي اكزاميشن. هو يو دو جينيتالي اكزاميشن. ممكن في فريكوز فين في التست اسمه؟ ممتاز ممكن يكون في فريكوز وتعمل ابدومينال اكزاميشن. ليش تعمل ابدومينال اكزاميشن؟ ابدومينال اكزاميشن لانه ممكن يكون في تيومر بريس اون ذا انفيريال جينيتال. صح هي عامله مشكله. بالنسبه للدي في تي اكزامينيشن ما في حاجه بس باي انسبكشن اللي هي بسموه ديفرنشال دياجنوزيس اوف سوالون ليك اللي هو انسبكت ذير از سوالين ذير از ريدنس هوتنس كده شاين سكين الهوتنس كده هوتنس تندرنس. يو بوت يور فينجر هير فور شنو؟ فور ايديما. زين يو بولسيت تعمل تشيك للبولسيشن واضح؟ طبعا ما بنقدر نقول في دي في تي او ما في دي في تي الا عن طريق شنو؟ الترا ساوند دوبلر الترا ساوند. لكن وات از ديفرنشال دياجنوزيس اوف سوالون ليب اللي هي دي في تي سيلولايتس هارت فيليا كل الاذر بروسس واضح؟ اي سؤال؟ شكرا لك يا دكتور.